دعت الخارجية الأمريكية إلى فتح الموانئ اليمنية لدخول المساعدات الغذائية، وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من حدوث أخطر مجاعة يشهدها العالم قد يكون ضحاياها بالملايين، بعد أن توعد التحالف العربي الذي تقوده السعودية بإغلاق جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية إلى اليمن لوقف تدفق السلاح على جماعة الحوثي من إيران. موانئ مغلقة وسفن محملة بالمساعدات الإنسانية لم تستطع تفريغ حمولتها على الأرصفة. دول التحالف العربي التي أغلقت جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية اليمنية قد تتسبب بأكبر مجاعة يشهدها العالم منذ عقود. نحن في الأمم المتحدة ندعو التحالف لإعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى اليمن وإعادة الحركة، حركة سواء الحركة التجارية أو حركة الإغاثية إلى ما كانت عليه. وكذلك ندعو كافة أطراف النزاع في اليمن إلى ضرورة ووجوب احترام القانون الإنساني الدولي وواجباتهم تحت مظلة القانون الإنساني الدولي. قرار إغلاق المنافذ الذي تم على خلفية إطلاق صاروخ نحو العاصمة السعودية الرياض جاء للحد من تدفق السلاح إلى الحوثيين من إيران بحسب تصريحات المسؤولين السعوديين. هذه الموانئ المغلقة تعتبر شريان حياة مهم للدعم الإنساني وغيره من الإمدادات الضرورية للسكان. وكعادة الحروب فتبعات الحصار لم تطل الحوثيين وحدهم، بل دفع هذا الإجراء بسبعة ملايين يمني إلى حافة المجاعة مع تفاقم مشكلة الكوليرا التي أصيب بها 900,000 مدني يواجهون الموت بسبب توقف الإمدادات الطبية.